السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بانوراما الصحافة. نتابع دائما وإياكم أبرز المستجدات المحلية والدولية. البداية دائما مع الشأن المحلي، حيث نقرأ في صحيفة المرصد هذا العنوان يقول: داخلية الوفاق، مطار معيتيقا مؤمن من الداخل والخارج بالأمن المركزي والجيش، ولا اتهامات بخصوص القصف. هنا أدان مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة داخلية حكومة الوفاق محمد عبد الله استهداف مطار معيتيقا بالقذائف، وصفا ما حدث بأنه يندرج في خانة الأعمال الإجرامية. أكد عبد الله أن وزارة الداخلية تنسق مع رئاسة أركان الجيش الليبي لتحديد مصدر إطلاق هذه القذائف، تاركا أمر تحديد هذه الجهة التي وصفها بغير المسؤولة والعابثة بأمن العاصمة للجيش الليبي المختص بهذه المسائل، مضيفا بأنه حتى تنتهي الجهة المختصة من تحديد المسؤولية لن يكون بالإمكان توجيه الاتهامات. أوضح مدير المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق أن لجنة الترتيبات الأمنية حددت فيما يخص مطار معيتيقا القوة التي تؤمن داخل المطار، وهي تابعة للإدارة العامة للأمن المركزي التابع بدوره للداخلية، وقد باشرت مهامها منذ عودة المنفذ للعمل وفقا للمعايير الدولية. أما عن محيط المطار فكشف عبد الله عن وجود ترتيبات أخرى مع المؤسسة العسكرية لوجود رئاسة الأركان للدفاع الجوي بمحاذاته عند القاعدة الجوية، وعن نتائج اجتماع وزير الداخلية ورؤساء ومديري الأجهزة الأمنية. صرح عبد الله حيث قال أنه تم وضع خطط أمنية بدأ العمل بها فعليا تهدف لحماية المقرات والمراكز الحيوية وكل السفارات ومؤسسات الدولة. إلى صحيفة سبوتنيك عربي والتي نتابع فيها: برلماني النواب والأعلى للدولة في ليبيا يتفقان على آلية تشكيل مجلس رئاسي جديد. هنا أكد عضو مجلس النواب الليبي صالح فحيمة أن مجلس النواب والأعلى للدولة أيضا قد تم الاتفاق على نتائج متقدمة بشأن تشكيل مجلس رئاسي جديد بديل للحالي. أشار إلى أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا غير واقعي. قال فحيمة أن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة توصلتا إلى نتائج متقدمة، فقد تم الاتفاق على الآلية ونحن الآن ننتظر أن يتفقوا على التوقيتات التي سيباشر فيها المجلسان باختيار الأسماء، موضحا أن الهدف هو إقرار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية محدودة المهام قصيرة العمر يتركز عملها على الإعداد للانتخابات وتوفير الظروف المناسبة لإجرائها. هذا واستبعد فحيمة إجراء الانتخابات في موعدها بقوله إن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعلن عنها في اتفاق باريس نهاية العام الحالي هو أمر غير قابل للوفاء به، مضيفا أن اتفاق باريس يحتاج لمعجزة لتطبيقه، خصوصا إذا لم تتعاون البعثة مع العديد من المواضيع المهمة كي لا تضطر للدخول في مرحلة انتقالية جديدة والتي على رأسها إيجاد الأساس الدستوري للانتخابات. نطالع في صحيفة ليبيا الخبر عنوان يقول: مؤسسة النفط تستنكر تقرير ديوان المحاسبة وتصف ما ورد في هذا التقرير بالادعاءات الخاطئة. هنا أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط ردها الرسمي على الادعاءات الخاطئة التي وردت مؤخرا في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مايو الماضي، وذلك بخصوص عمليات المؤسسة وموظفيها أيضا. قالت المؤسسة أن تقرير الديوان ساهم في خلق ادعاءات كاذبة بشأن المؤسسة والإدارة السلمية أو السليمة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، نافية ادعاءات ديوان المحاسبة بخصوص عدم الإفصاح أو تجنب كشف المعلومات، حيث أوضحت أنه قد سمح لأعضاء فريق الديوان بحضور العديد من الاجتماعات لكبار المسؤولين والتي تتمتع بالسرية المهنية، فضلا عن الحصول على كل البيانات التي طلبوها. أضافت الوطنية للنفط أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن استنتاجات مضللة واتهامات غير مبينة على أسس صحيحة أو مبنية على أسس صحيحة تدل على تحيز سياسي ورغبة في تشويه صورة المؤسسة. أشارت إلى أنه وبالرغم من المساعدة المقدمة إلى ديوان المحاسبة فإن التقرير الصادر عنها لا يتضمن أي توصيات واضحة يمكن الاعتماد عليها لتحسين الأداء التنفيذي والمالي في المستقبل.
إلى صحيفة الرائد أو موقع الرائد نتابع هناك هذا العنوان الذي يقول: اعتصام للمعلمين، هل يعرقل بداية العام الدراسي الجديد؟ هنا أوضحت الصحيفة أنه مع بداية كل عام دراسي جديد تلوح نقابة المعلمين على مستوى البلاد أجمع باعتصام مفتوح، كل ذلك احتجاجا على عدم تلبية المطالب، في حين اعتبرت أن بعض طلبات تحتاج ليس قانونا من الجهة التشريعية فقط، فما زالت هناك مشكلة مستمرة تلازم وزارة التعليم، وهي توفير الكتاب المدرسي في موعده المحدد. شرعت الوزارة بإصلاحات في الهيكل الوظيفي للمعلمين، واختبرت مستوى المعلم، وذلك بإجراء اختبار للمفاضلة. هنا أكد الناطق باسم وزارة التعليم رمضان الغدوي أن الدراسة ستبدأ في موعدها الذي أعلنته في 7 أكتوبر الحالي دون أي تأجيل أو تأخير. وفي المقابل قال عضو النقابة العامة للمعلمين علي السلامي أن النقابة أعلنت دخولها اعتصاما يستمر إلى 4 نوفمبر القادم لعدم تلبية الجهات المسؤولة لمطالب المعلمين. من جهة أخرى أصدرت وزارة المالية تعليمات للإدارات المختصة في الوزارة بصرف علاوة الحصة للمعلمين مع مرتبات شهر سبتمبر الماضي. كما وأكدت إدارة المناهج التعليمية أن الكتاب المدرسي متوفر، وأنها أنهت جميع التعاقدات مع الشركات المتفق معها لطباعة الكتب، وتم شحنها وهي الآن في ميناء طرابلس البحري. أما عن برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين، فأوضح الناطق باسم وزارة التعليم رمضان الغدوي أن المعلمين الممتنعين عن دخول الامتحان لن يكونوا ضمن قائمة المعلمين الذين ستصرف لهم وزارة المالية علاوات الحصص، وسيحلون إلى أقسام الاحتياط العام. يبقى التساؤل هنا بحسب صحيفة الرائد على من تقع المسؤولية في إصلاح هيكلية التعليم. نقرأ في صحيفة الأيام: مجلس الأمن يجدد تفويضه لتفتيش سفن قبلة ليبيا. وإلى عين ليبيا نتابع هناك: مطار بنين مشاجرة تتسبب في إلغاء رحلة للخطوط الإفريقية. صحيفة المتوسط عنونت افتتاح قسم العناية الفائقة في مستشفى ابن سينا التعليمي الواقع داخل نطاق مدينة سرت. وفي صحيفة ريميسا نتابع هناك: قبل المواجهات المرتقبة الوديات تسيطر على تاريخ لقاء النسور وفرسان المتوسط. نشرت صحيفة عين ليبيا مقالا للكاتب سعيد رمضان يحمل العنوان التالي: زوار الفجر داخل بني غازي أو في بني غازي. هنا جاء في المقالة، يقول الكاتب: هل يعقل أن تتحرك مجموعة من الملثمين والمدججين بالسلاح فجرا في بني غازي الآمنة على متن ما يزيد عن 30 سيارة عسكرية مسلحة يطلقون الرصاص على واجهة بيت نائب رئيس المخابرات الليبية وعميد بلدية بني غازي السابق اللواء أحمد عريبي، مستهدفين كاميرات المراقبة قبل أن يقتحموا المنزل ويعتدوا بالضرب على اللواء وابنه علي البالغ من العمر 34 عاما، يتم اقتيادهما إلى مكان مجهول، كل ذلك دون علم السلطات الأمنية. مهما كانت الأسباب فلا يعقل أن تقوم هذه القوة بمهاجمة بيت اللواء، فهو ليس مجرما ولا يتستر على مجرمين في منزله، ولو كان هناك استدعاء حقيقي من قبل المدعي العسكري في حقه فلا يجوز قانونا أن تتم مداهمة المنزل فجرا من أجل القبض عليه. فلماذا بحسب الكاتب لم يتم القبض عليه في وضح النهار وبدون هذا الرتل العسكري وهؤلاء الملثمين الذين يشبهون زوار الفجر من اللجان الثورية في زمن القذافي؟ هناك من يقول أن اللواء العربي متهم بالفساد، ويتساءل الكاتب هنا: هل ستقوم هذه القوة الملثمة بالقبض على الفاسدين من جماعة مجلس النواب وبدون ذكر أسمائهم؟ فالجميع بحسب الكاتب يعلمهم وأصبحت رائحتهم تزكم الأنوفة. ليس دفاعا عن اللواء العريبي، فأهل بني غازي يعلمون من هو، ولكننا نستنكر ونرفض تلك الأساليب الهمجية وشغل العصابات التي تتحرك في الظلام لترهيب المواطن داخل منزله. للعلم فقط، هناك وفد من قبيلة العريبات توجه إلى الرجمة، وحتى كتابة هذه السطور لا تزال الجهات الأمنية التي ألقت القبض على اللواء العريبي وابنه مجهولة حتى هذه اللحظة.
مشاهدينا، لمناقشة أبرز ما جاء في هذا المقال نستضيف عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة مصراتة الباحث القانوني السيد محمود الرملي. سيد محمود، أهلا وسهلا بك معنا في بانوراما الصحافة. بداية، مرحبا، أهلا، حياك الله. الاعتقال التعسفي الذي تعرض له عميد بلدية بني غازي السابق اللواء أحمد العريبي كناشط حقوقي وكمؤسسات حقوقية ليبية، كيف تتعامل مع هذا الأمر الجلل؟ من المهم جدا الإشارة إلى أن من الحق في الحرية أو الحق في هو التعبير على هذه الحرية هو الأساس الرئيسي فيما يتعلق بمبدأ الحقوق والحريات. ومن المهم جدا الأودر إشارة إلى أن هذا يدل دلالة واضحة على أن المنطقة الشرقية التي اعتلى فيها صوت حفتر وحاول قدر الإمكان إخافة الجميع وبشر أو نشر عصا الضرب والتخويف بدون أن يكون هناك بواعث قانونية، هذا لا ينبع على دولة القانون ولا يدل على وجود اعمال قواعد دولة المؤسسات. الإخفاء القسري لا شك انه جريمة نكراء، بل هي حقيقة هي جريمة بحكم الشرائع المحلية والدولية والجرائم الدولية نصت صراحة على انه لا يجوز، فأيضا تقادمها ولا سقوطها بمبوها سينالون عقوبتهم عاجلا أم آجلا، لا دفاعا عن فرد. ولكن أيضا من المهم الإشارة إلى أن هذه العنجهية التي انتشرت هي عنجهية عسكرية يحاول إخافة الجميع من أجل نشر الطاعة لنفسه ولأبنائه. لماذا لم يتم توجيه هذه القوات إلى ابنه الذي سرق الملايين وإلى غيره وإلى غيره؟ هناك كثير من التساؤلات، والتساؤل الأهم والأهم أين القضاء وأين أجهزته؟ هي حقيقة القانون ومبدأ الحرية. طيب سيد محمود، هناك ويجري ليس في هذه الحادثة فقط ولكن هناك الكثير. صحيح. طيب سيد محمود، هناك بيان صدر مؤخرا عن بعض من النواب الذين يسمون أنفسهم بنواب برقة، صدر بيان يطالبون فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالكشف عن مجريات الأحداث التي جرت لأحمد عريبي. هل يفترض هنا أن النواب الذين يسمون نفسهم نواب برقة بمطالبتهم لعقيلة صالح أنهم يتهمون عقيلة صالح مثلا بأن لديه معلومات حول العريبي وكيفية اعتقال التعسف الذي جرى للعريبي أم ماذا؟ نعم، هو محاولة قدر الإمكان لرمي الحمل على السيد عقيلة صالح، مع أنه حقيقة مسؤول بسؤولية غير مباشرة لأنهم هم تابعوه جميعا، وهو من أعان على إمكانية تكليف حفتر مع أنه منتهي من الناحية القانونية. نجزم بأن الموضوع، مع أن لا هو شاطر الذين يرون أن هؤلاء برلماني برقة أو برلماني وغيرها، هناك برلماني ليبيا فقط، لأن البرلماني عندما يتم اختياره من الشعب فهو يمثل الليبيون جميعا. وعندما يقول بأنه يريد كشف ملابسات، من المهم التوجه إلى الأجهزة القضائية والأجهزة الضبطية، وأن يكون أيضا توجها عقلانيا، وأن يتجه أيضا إلى القول إلى من وراء هذا وما السبب، وهل هناك أوامر فعلية صادرة عن جهات مسؤولة تحترم حقوق الإنسان. واقع أننا نمر بمأساة، وأكثر منها مأساوية استمرارية هذه الأنجهية في أي مكان من ليبيا مهما كانت، من الخطف جريمة نكراء. طيب بشكل عام سيد محمود، يعني هذا الأمر لم يحدث فقط في بني غازي فقط، إنما يحدث في للأسف في كامل ربوع ليبيا، منها أيضا العاصمة طرابلس والمدن الكبيرة. نعم. في ليبيا أيضا القرى والمناطق وما إلى ذلك، ولكن تم التركيز على اللواء أحمد العريبي لأنه تم اعتقاله تعسفيا في الأيام الماضية، وله شخصية مرموقة يعني في الدولة، هو شخصية عسكرية معروفة جدا، كان يرأس بلدية بني غازي عسكريا. عموما ما يحدث الآن في ليبيا ككل من مسألة الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري، كيف تتعامل المنظمات الحقوقية سواء كانت محلية أم دولية مع هذا الملف، خصوصا لمن تم اعتقالهم تعسفيا وما إلى ذلك؟ هي جريمة يعاقب أيضا من الناحية الدولية. أشارت التشريعات الدولية بشكل صريح، وهناك معاهدة دولية في المادة 47 نصت صراحة على أن الإخفاء وهي جريمة، والإخفاء القسري جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، بل أحيلت إلى ما يتعلق بمحكمة الجنايات التي نشأت. حقيقة ما يجب أن يقال أن هذه الجريمة انتشرت أيضا في ربوع الدولة الليبية، وما يتمنى في ألا تكون موجودة، خرج من أجل أن يكون هناك حرية وأن يكون هناك فقط اتجاه يبدو أنه فقدنا الاتصال بالسيد محمود الرملي. عموما وصلت رؤية، أشكرك جزيل الشكر. سيد محمود كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك.
الآن مشاهدينا نذهب لنتابع أبرز ما جاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فقرة المنصات. هنا يبدو أن منصة تويتر هي الأولى لهذا اليوم. هنا السيد عبد الرحمن الشاطر وهو العضو بالمجلس الأعلى للدولة يغرد قائلا: أتمنى ألا تقع إيطاليا في الخطأ الذي وقعت في فرنسا وهي تحضر لمؤتمر باليرمو حول القضية الليبية، فتدعو شخصية عسكرية جدلية لا تمثل الجيش الليبي بكامله. ذلك انحراف عن القيم الأوروبية التي ترفض حكم العسكر. السؤال هنا بحسب السيد عبد الرحمن الشاطر يقول: كيف تحتفي به إيطاليا؟ بتأكيد. إلى تويتر أيضا هنا الصحفي محمد علي يقول: أمام كل هذه الأحداث والتطورات والأزمات وهذا الوضع الفوضوي المتأزم في ليبيا، فإن السادة في مجلس الوزراء الذين يفترض أنهم المشرفون أي التكنوقراط على العمل التنفيذي أو المشرفون على العمل التنفيذي والإداري للحكومة اليوم فقط يتمون اجتماعهم الرابع ويفصلهم عن نهاية العام أقل من 3 أشهر. سؤال هنا بحسب محمد علي يقول: يا ترى ما النتائج؟ إلى المنصة الأخرى من التواصل الاجتماعي فيسبوك، هنا السيد محمد بارا سياسي يقول: لماذا يرفض بعض النواب صدور قانون الاستفتاء؟ يرفضونه لأنهم يعلمون أن نسبة الموافقة على مشروع الدستور ستكون في كل المدن الليبية وعلى الأخص في بني غازي بنسبة لا تقل عن 90% بنعم، لذا يسعون بكل السبل لعدم إجراء الاستفتاء وحرمان الشعب من حقه في التصويت. في فيسبوك أيضا هنا المحلل السياسي سيد السنوسي إسماعيل الشريف والكاتب والمدون أيضا يقول: المنتجات الزراعية التي تضررت بسبب قرارات وزير الاقتصاد الدريسي يجب تناولها كقضية تهدد الأمن القومي الليبي، ولكن لا أحد يتوقع من السراج وحكومة السراج إلا الإهمال والعجز التام عن التعامل مع مثل هذه الكارثة التي أضرت بالاقتصاد الوطني وستكون لها أثار سلبية خطيرة جدا على قطاع الزراعة وعلى المجتمع الليبي بشكل عام، بحسب السيد السنوسي إسماعيل. الآن المشاهدين نذهب لنتابع أبرز ما كتبت الصحافة الدولية، حيث نقرأ في صحيفة القدس العربي: قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية. في عربي بوست نتابع: بريطانيا تتهم جهازا مخابراتيا بالتسلل إلى الإنترنت لبث الفرقة والفوضى والبلبلة أيضا في كافة أنحاء العالم. الدوتشي فيلا عنونت: القضاء الكندي يسمح بارتداء الحجاب في قاعة المحاكم. ونطالع في صحيفة الديار: ليلة الأبطال، فوز كبير لبرشلونة ونابولي يهزم ليفربول في دوري الأبطال أو ما يعرف بالتشامبيونز ليج بالتأكيد. إلى صحيفة الرأي نيوز نقرأ هناك: صبراتا في خطر، المدينة الرومانية القديمة تتعرض للتخلي. تقول الصحيفة: واحدة من المراكز التاريخية لطرابلس فهي على بعد 79 كيلومترا غربي العاصمة فقط. أعلنت اليونسكو في العام 2016 المدينة التاريخية في خطر، وذلك بسبب الحرب الأهلية. صبراتا التراث الأثري في الثقافة العالمية، فهي على قائمة منظمة اليونسكو منذ العام 82 900 و1000، يطلق عليها أطلال المدينة التي أسسها الفينيقيون. بنيت صبراتا ما بين القرن الثاني والثالث، لكنها الآن تعاني من تشويه المدرج المهيب وأعمدة الرخام الوردي من قبل علامات الرصاص وقذائف منتشرة بين أطلال ما كان واحدا من جواهر الإمبراطورية الرومانية. منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 أصبحت مدينة صبراتا نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية، وذلك باستغلال المهربين والميليشيات أيضا للفراغ السلطة والأمن في المنطقة ككل. إن التراث الأثري الليبي في خطر حقيقي، حيث قال محمد الشقاقي وهو رئيس دائرة الأثار بأن الجماعات المسلحة تختبئ داخل المواقع الأثرية وأن المعركة تجرى داخل هذه المواقع. يضيف الشقاقي بالقول بأن الوضع مدعاة للقلق، فالحفاظ على المواقع والأثار كان يعهد بها إلى البعثات الأثرية الغربية، ولكن علماء الأثار لم يأتوا إلى ليبيا لمدة تجاوزت 4 سنوات، كل ذلك بسبب الفوضى وظروف انعدام الأمن في ليبيا. قال رئيس مكتب التحف في صبراتا محمد أبو عجيلة: إن أكثر الأحجار تتعرض للتآكل، والعديد من المواقع الليبية المحمية مهددة الآن بالتوسع الحضري كما يحدث في قورينا وهي كنز هيليني في الشرق الليبي. النهب هو التهديد الخطير الآخر،
أفضت المشاكل الأمنية إلى عمليات التنقيب غير القانونية وتهريب الأثار. فهناك العديد من حالات السرقة التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ضبطت العديد من الأعمال الفنية الأصلية في مناطق برقة وطرابلس أيضا، بما في ذلك 7000 فسيفساء والتوابيت والقطع النقدية. الآن مشاهدينا نذهب إلى رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا نقطة الختام في بنرام الصحافة، أشكركم دائما على المتابعة، إلى اللقاء.